في عندنا الهوم ورك الاول، سؤالين هيك خفاف على السريع. اثبات. كاتب كاتب انا at least two different ways at least بس هن... لت... في الثاني للثاني بس هذا طبعا في درس اليوم في موضوع اليوم خلص معقول للآخر بس بالدعم هذا في المحاضرات الأولى هذا الأولى والثانية بس أما الباقيات ما فيش فيه المشاكل طب المش آخر محاضرات يعني اللي بتشوفوهن فيش فيه ما هي خلص طب الآن بنروح على خلصتها صحتين وعافية ببعث لكم اياها على الجروب وخلص ببعثه ها هاي الورقه بتصوروها بعد ما نخلص المحاضره ان شاء الله الاقترانات الزائدة أو الهايبربوليك فانكشنز الاقترانات الزائدة خلص يا بنات خليكم معنا بس طبعا الاقترانات الزائدة هذه اقترانات معرفة بدلالة الاي اس اكس والاي اس ناقص اكس سلوكها سلوكها كاشتقاق كتكامل كمساحة كغيره يشبه لحد كبير الاقترانات المثلثية لذلك اشتقوا لها أسماء قريبة من أسماء الاقترانات المثلثية مثلا نأخذ تعريف مباشرة في حاجة سموها حطوا الأكس زيادة تقرأ سنش يعني كأنه هنا في إيش عندك إيش سينش اكس في كوش اكس كوزاين محطوط اتش والباقيات سيك بقولوا سيكنش تان بقولوا عنها تانش وهكذا
تعريف نفس طبعا كتعريف هذه بتساوي اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس على 2 وهذه بتساوي نفسها بس بالزائد زائد اي اس ناقص اكس على 2 واضح انه هذه دائما اكبر من صفر هذه قد تكون موجبه قد تكون سالبه بغض النظر الان سنش على كوش بعطينا التانش حط الاش او الشين معهن على طول تمام في عندي تانش اكس بتساوي سنش اكس على كوش اكس عادي جدا هذا تقسيم هون ايش حاطينا اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس على اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس لما نحول قسم لضرب بنقلب وبنختصر 2 مع 2 صح ما يلعب ورا ركز الكوش او الكوتانش كوتانش اكس واحد على تان اللي مقلوب هذه اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس على اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس هذه مقلوبها كوسيكانش اللي هي اكس بتساوي 2 على هذه سيكنس اكس تساوي 2 على اللي هي اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس الى اخره تمام هذه وهذه زوجيات والبقيات فرديات اطلعوا على المنحنيات قدامكم على الرسم هتلاقوا الكوش والسيكنس منحنياتهن متماثله حول محور واي بينما البقيات الاربعه متماثله حول محور اسف حول نقطه الاصل يعني زي الاساسيه زي الاصليه عشان هيك مش من كل حاجه هذه كتعريف حلو الكلام على التعريف في عندنا متطابقات قريبه جدا برضه للمتطابقات للاقترانات المثلثيه الاصليه منها بدك تكتب واحده او اثنتين والباقي انتوا بتكتبوه او بتقروه بتشوفوه سنش اكس زائد واي بتساوي سنش اكس كوش مصاين في ضهركم زائد كوش اكس سنش واي تمام الكوش كوش كوش زائد سنش سنش زائد ما فيش ناقص ما فيش عكس الاشاره لازم يكون في اختلافات هن مش زيهن بالضبط هنا كوش اكس زائد واي بتساوي كوش اكس كوش واي زائد سنش اكس سنش واي هذه اللي طلبت منكم اثباتها لو بدي اثبت يعني هذه مساعده لكم خذوا الطرف الايمن واثبت انه بيساوي الايسر افضل كويس خد هاد واثبت انه بيساوي هاد لو بدي اعوض على هذه هذا طبعا مطلوب منك لو بدي اشتغل على هذه كيف اعوض عنها كوش اكس هي عباره عن ايش اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس على في اي اس واي زائد اي اس ناقص واي على زائد اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس على 2 في اي اس واي ناقص اي اس ناقص واي على 2 هذول بجمعهم بصير هنا ايش 4 وبضرب هاد في هاد في الضرب توزيع وفي الضرب تجمع الاسس اي اس اكس في اس واي بتصير اي اس اكس زائد واي زائد اي اس اكس ناقص واي هذه في هاد زائد اي اس واي ناقص اكس صح زائد اي اس ناقص اكس زائد واي بقدر اخذ عنه مشترك صح ولا لا وهكذا على 4 وهذا على 4 بجمع بوحد المقامات حلاقيه بيطلع لي هذه تمام هذه مساعده هيك لانه الموضوع بسيط جدا عندنا ايش المفروض الطرف الايسر يطلع عندي هذه المفروض ايش تعرفه يطلع اي اس اكس زائد واي زائد اي اس ناقص اكس زائد واي على 2 هيك المفروض يطلع فانتوا هذا بتجمعوه لازم يطلع هيك اذا خلصنا تمام انا حكيت بالنسبه لهذه انتوا بتشتغلوا على اللي هان طيب هذا بالنسبه للمتطابقات هتلاقوهن قريبات جدا يعني سنش 2 اكس هي 2 سنش كوش 2 سنش اكس كوش اكس تماما زي ما كان عندنا ساين 2 اكس بيساوي 2 ساين اكس كوزاين اكس مزبوط هذا بيفرق عندي
كان عندنا احنا ساين تربيع اكس زائد كوزاين تربيع اكس بيساوي واحد. هنا ايش عندنا؟ كوس تربيع ناقص سينش تربيع بتساوي واحد وليس زائد. ليش؟ لما لو جمعت مع بعض هتروح في حاجات مع بعض، هتروح ويضل عندي اي اس اكس ام الموجب، وبالتالي بيختلف. الكوش تربيع اكس بتساوي كوش 2 اكس زائد 1 على 2، نفس اللي عندنا تماما الاقتناط الاصلي. وهذول المتطابقات هكتب لكم انا معظمهم في سكشن 8.1 ان شاء الله لما نبدا، او في سكشن 8.2 لما ناخذ. اليوم انا شرحت 8.1 8.2 عند الطلاب غير 7.7. اول حاجه كله كلمتين بسيطات، كله كلام قديم عندنا وبنمشي وبتلاقوه سهل جدا ان شاء الله تعالى باذن الله. نشوف الاكزامبل. الاكزامبل الاول بدنا شيء، تمام؟ بدنا نروح الاكزامبل الثاني بس عشان نتعود على التعريفات تبعت الاقترانات. بقول لي بدنا شيء، بديش اشرح خلاص نشوف الان. اكزامبل خلاص احنا في المحاضره الحين في التصوير. Express in terms of exponentials and then simplify. عوض بدلالة الإكسبونينشال ثم بسط ما يلي. 2 كوش لين إكس، صح؟ هاي الاثنين عندنا في أبصريش على 2، صح؟ الكوش بالموجب والسينش بالسالب بينهم. إي أس إكس، إي أس سالب إكس، إي أس الآن حقول لين إكس، اي اس سالب لين اكس، تمام هيك؟ الاثنين مع اثنين راحت، هذا مع هذا بتصير اكس زائد اي اس. خلوكم معي بس، بنفع هيك؟ لانه اللين بجيب الاس الارض بجيبه قدام، فانا رجعتها. هذا عباره عن اكس زائد اكس اس سالب واحد، يعني اكس زائد واحد على اكس وتساوي على اكس اكس تربيع زائد واحد، او اسيبها زي هيك بمشي لها. أعيد تاني؟ أعيد؟ واضح؟ التعريف عارفينه إحنا، الكوش لحالها، هذه الاثنين نزلت، الكوش كوش إكس إي أس الإكس، طب كوش اللين إي أس اللين زائد إي أس ناقص اللين، على التعريف مباشرة. وبعد هيك هذه من خواص اللين، اللين والإي إنفيرسز، مظبوط؟ قلنا إي أس لين إكس بإكس وإي أس، هذه رجعت بس السالب شغل اللين اس بقت، صح؟ هذه لين اكس اس سالب واحد الاس بيجي قدام، او بقدر ارجعه زي ما بدي، فبتصير اكس اس او واحد على اكس بقدر احطها بالصوره هذه. رقم اثنين بده سنش اكس زائد كوش اكس كله اس اربعه. طبعا بداخد هذه اللي جوا وبعدين بحط اس 4، كويس؟ بداخد سينش اكس زائد كوش اكس بتساوي هذا على 2 زائد هذا على 2 زائد، مظبوط؟ اوكي، هذه اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس، اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس، صح؟ على 2 موحد، بجمع هذا مع هذا 2، هذا مع هذا بتروح، يبقى 2 اي اس اكس، 2 مع 2 بيطلع لنا اي اس اكس. الان بدي اياه اس 4 بصير اس 4، اذا المقدار اس 4 بيساوي اي اكس اس 4، بضرب الاس الداخلي في الخارجي بيطلع زي. كلام بسيط كله، صح؟ اوكي، نقلب الصفحه. ديريفاتيفز اند انتجرالز، بدنا ناخذ المشتقات والتكاملات الهايبربوليك فانكشنز. الثلاث اقترانات الاساسيه اللي هي الساين والسنش والكوش والتانش بالموجب، والثلاثه مقلوباتهن بالسالب. ما فيش عندي طبعا تكامل السنش كوش والكوش سنش، كان عندنا تكامل الساين سالب كوزاين. احنا في الاشتقاق هان، معلش انا بحكي على التكامل، ما نفس الكلام، انا كنت احكي على التكامل، صح؟ بحكي على اللي تحت. نرجع للاشتقاق، ما هو الاشتقاق عكس التكامل. اذا قلت سربت معلومه انه في الثلاثه الاولى بالموجب والثلاثه اللي تحت بالسالب، يبقى في التكامل نفس الكلام، صح؟ اوكي، مشتقه السنش كوش، مشتقه الكوش سنش، فيش سالب، السنش كوش والكوش سنش. التانش سيكنش تربيع، هاي الثلاثه الاولانيات موجبات والباقيات نفس اللي احنا حافظينهن بس بالسالب، تمام؟
موجب موجب كلها الثلاث السنش والكوش والتانش الأساسيات تجاوز هي الجا والجتا والظاهن بالموجب الأساسيات ومقلوباتهن بالسن بالضبط نفس المشتقات اللي احنا حافظينها يعني لما اقول لك سكتان او السك ايش مشتقتها سكتان فالسيكنش سيكنش تانش بس بالسن لانه لا هي ساين او سنش ولا تانش ولا كوش بتزعق على الباب ولا بتقول لي لها سك بس في واحد على الباب وخايف تدخل اوكي يبقى كمان مرة تكامل مشتقة السنش كوش والكوش سنش والسيكنش تربيع لا صح سيبنا من التربيع التانش مشتقة التانش سيكنش تربيع طب مشتقة السيكنش تانش ايوه لما اقول انا تكامل سيكنس اكس تانج اكس دي اكس هي مفروض نحن حافظينها سيكنس بس لانها مش من الاساسيات السالب صح نفس الكلام ولو كانت باليو حتكون شو هاد ايش هاد ملزقه معي التكامل هذا عشان طول الوقت نشرح التكامل لو كانت باليو هتكون باليو بس في ديو على دي اكس صح انا اشتغلت على التكامل وعدلت على الاستقاق تكامل سنس برضو وحتى لما بديت احذف القوانين حكيت على التكامل خلص كلام فاضي كلام فاضي ماشي دي عادي اكس لسنس يو ايش بتساوي قلنا كوش يو في دي يو على كوش يو عادي اكس دي عادي اكس لكوش يو بتساوي سنس يو في دي يو على دي اكس طيب مشتقة التان تانش تانش دي عادي اكس لتانش يو ايش بدها تساوي سيكنش تربيع يو في دي يو على دي اكس طبعا هذا دائما لو نسيناها بتذكرونا فيها مشتقة الكوتانش كوتانش يو سالب صح اللي هي زيها بالضبط كوسيكنس كوسيكنس تربيع يو في دي يو على دي اكس بلاش في صوت زياده برا ايش ضل مشتقة السيكنس مشتقة السيكنس يو ايش بتساوي بالسالب سيكنس يو تانس يو في دي يو على دي اكس ايوه ضلت الكوسيكنس يو مشتقتها سالب كوسيكنس يو يو كوتانس يو في دي يو على دي اكس المثال الاول انا خلص يعني المفروض احلت كل الكتاب لانه مكتوب قدامنا ما فيش داعي نضيع الوقت والقلم ونوسخ اللوح اوكي المثال الاول بيقول لي بده دي عادي تي تانش جذر واحد زامبل بده دي على دي تي لتانش جذر واحد زائد تي تربيع هذه هي تانش يو صح بدها تساوي مشتقتها مشتقة اللي برا مضبوط مشتقة اللي برا واللي جوا زي ما هو في مشتقة اللي جوا صح مشتقة التانش سيكنش تربيع يو صح في مشتقة هذه 2 تي على 2 جذر 1 زائد تي تربيع 2 مع 2 تي على جذر بتروح
طبعا المفروض اقول انا في دي تي عدي تي صح عشان اقول في دي يو على لكن عشان نفس المش... نفس الرمز نعم ها هالحين لو قال لك انت خليك معي بس خليك معي بس لو قال لك تان جذر اكس اشتقي على على القديم ها واي شرطه ايش بتساوي سك تربيع جذر اكس في مشتقه الجذر في مشتقه الجذر ها على اساس انه هذه يو ما هي اشتقاقه مزبوط اوكي اوكي ماشي الحال بس بسيط بسيط 2 مع 2 بتروح بضل الباقي بده دي على دي اكس ستة سنش اكس على 3 طبعا الستة تنزل مشتقه السنش كوش اكس على 3 ومشتقه اللي جوا في ثلث طبعا هيك افضل والثلث في ستة باثنين كذا إلى تمام؟ اللي بعده مثال حلو وكنا نجيبه للطلاب اللي ما بيقروش من التلخيص أو من الكتاب اللي ما بيقروش مثال شكله غلس لكن حله بسيط جدا إيش بقول؟ أوجد دي واي على دي إكس معطين السؤال واي بساوي إكس تربيع زائد واحد في سيك سيكنس لين اكس طبعا هذا ممكن اقول الاول هو مشتق الثاني زائد الثاني مشتق الاول بالنسبه للري ما احنا بدنا نبسط نبسط قبل وبعدين بنشتق بدي اجيب هذه بقدر اقول هذا بيساوي اكس تربيع زائد واحد في السيكنس مقلوب الكوش اي اس اكس يبقى احط بس وزائد اي اس ناقص لين اكس صح هيك وهذا اخذنا بسطناه قبل شويه بيساوي اكس تربيع زائد واحد في اثنين على اكس زائد واحد على اكس على اساس انه هذه بنطلعها فوق غاد صح عملناها قبل شويه صح طيب بدها تصير هاي هنا فيش وسع تحت اكس تربيع زائد واحد في اثنين على هنا اكس اكس تربيع زائد واحد لو حطيتها على واحد اكس اكس بصير اكس تربيع على اكس وواحد على اكس بيطلع هيك حول القسم لضرب بده يصير عندنا اكس تربيع زائد واحد في اثنين اكس على اكس تربيع زائد واحد هذا مع هذا بصفى عندنا يبقى واي عندي تساوي اثنين اكس اذا واي شرطه بتساوي اثنين او دي واي على اكس هيك اريح بالاختصار في الاشتقاق اريح ما اشتق وياها حافظ المقترن واقعد ساعه فيها صح فالتبسيط هان بكون افضل الانتيجرالز عمليه عكسيه تماما هاي الست موجات عندنا في الجدول عادي زي ما بدك مين الرياح ممتاز زي ما اعطينا فيه مثال انا بتذكر في اول في اللوغاريتمات لما اعطاك واي تساوي اكس زائد واحد على ما اعتقد او اكس تربيع زائد واحد في اكس ناقص واحد اس ثلاثة على اثنين على اكس زائد واحد اس نص مثلا او اكس زائد واحد مثلا وقال لك اشتقي اوجد المشتقه الاولى هذه طبعا اسهل حاجه تفكيري حاصل خارج قسم الاقترانين واقعد هالقد واقعد ساعه انا متاكد انا بدي ربع ساعه واكيد حغلط لكن لو اشتغلت على اللين وابسط مزبوط وهذه خدتيها على التبسيط انت مش قلت يعني خايف ما تجيش في راسك الفكره السيكنس والكوش مباشره على التعريف ما بديش منكم اكثر من الاشتقاق والتكامل حاجات بسيطه وخلص هيك يعني قصدك انا بحس بدك تركب راسك وتحليها على حاصل ضرب اقترانين طيب كويس شاطر شاطر اوكي بتسمع الكلام انا بحس بدها تعلم نقول بدها اشتغل اوكي اوكي الانتيجرالز تكامل السنش كوش تكامل الكو تكامل الحين اخذ راحتي كله تكامل هالحين تكامل لا تكامل السنش كوش تكامل الكوش سنش فيش حاجه اسمها تكامل التانش في تكامل السيكنش تربيع تانش تطلع لكن لو اجى قال لي ايش تكامل التانش طيب وهي مش مكتوب في الجدول
أيوة تكامل. طب شوية x dx بنقول له هي تكامل سنش x على كوش x dx. أصبح البسط مشتقة المقام، يبقى بصير لن أبسليوت كوش x زائد c، صح؟ ويساوي لن كوش x زائد c. ليش؟ قلنا الكوش موجبة e أس x زائد e أس ناقص x. طبعاً ما دام الأساس موجب، إيش ما يكون الأس بيطلع المقدار موجب، صح؟ عشان هيك بيطلع عندي. يبقى إحنا هو في الجدول ما عنديش تكامل تانش، عندي تكامل سيكنس تربيع بيطلع تانش. آه نفس الكلام، نفس الكلام، بس هناك في التان عادية كان في عندي سالب، عشان يكون في سالب وبتصير سك. آه بالضبط. موجود موجود موجود. لا بلاش، موجود في المثال الجاي اللي بعده هتلاقي نفس الفكرة. ما علينا. طبعا لو قال لي كوتانس، لو قال لي كوتانس، الكوتان هي كوش على سنس، برضو البسط مشتق المقام، قال لي المقام مباشرة لين سنس اكس سنس. تمام، امسح لوح ولا خليه؟ لا طيب اوكي. الباقيات تكامل السنش كوش والكوش سنش، سيكنش تربيع تانش، سيكنش كوتانش، سيكنش تانش سالب سيكنش، صح؟ كله زائد سي زائد سي. اوكي، والباقيات نفس الشيء، عمليه عكسيه للاشتقاق. نشوف المثال اللي عندنا خمسه ونخلص السكشن، هذا اخر جزئيه في السكشن. تمام، كوتانش 5 اكس نفس اللي عندنا، بده تكامل نفس اللي حليناه الان. اكزامبل، تكامل كوتانج 5 اكس دي اكس، بنقول له هذه هي كوش 5 اكس على سنش 5 اكس دي اكس. هل البسط مشتقة المقام؟ لا. ايش مشتقة المقام؟ لو قلنا يو بتساوي سنش 5 اكس، يبقى دي يو حتساوي كوش 5 اكس في 5 دي اكس، صح؟ فلو قسمت على 5 بتروح منها، يعني هذه ايش بدها عشان تصير مشتقة المقام؟ بدها 5. بقول هاي 5 فوق وخمس برا، صح؟ مش هيك بنفع؟ مباشرة بدون فرض ولا غيره، في كوش 5 اكس على سنش 5 اكس دي اكس. اصبح البسط مشتق المقام، يبقى بيساوي خمس لين ابسليوت. كيف؟ سنش مش دائما موجب. اي نعم، طبعا لما بدي تعرف الدومين والرينج اللي هي الموجودات في الرسم، لو طلعت على الرسم بتعرف الدومين والرينج. اللي بعده السنش؟ لا لا، هي اقتران فردي، مش قلنا فردي؟ يبقى متماثل حول نقطة الأصل، يبقى جزء فوق وجزء تحت، يبقى في جزء منه سالب ولا لا؟ شو هو اي اس اكس؟ ناقص اي اس ناقص اكس. ناقص، لما اطلع عددين ممكن يكون واحد، عشان هيك ايوه باخذ قاعده بكون افضل. عشان هيك انا قلت التجريب مش دائما بالعقل بكفي لحاله، لازم اثبات، يكون قاعده مثبته. زي ما قلنا اكثر من مره، لو انا ادعيت انه كل الاعداد الحقيقيه لو ربعتها بيطلع عدد موجب، فكر زي ما بدك حتلاقي الكلام مزبوط. بضل مين؟ الصفر اللي هو له موجب وله سالب. فقد ما نجرب مش هيجي، مش هيخطر على بالي اجرب الصفر. طبعا الكاونتر اكزامبل بنقول احنا مثال ينقض القاعده، يبقى القاعده غير صحيحه. اوكي، اللي بعده بده تكامل، تكامل محدود من وين لوين؟ من صفر لواحد. تكامل من صفر لواحد سنش تربيع تربيع اكس دي اكس. لو رجعنا للمتطابقات، في عندنا متطابقه
المطابقات ايش بقول؟ سنج تربيع ايش بتساوي؟ كان عندنا خلوكم معي بس عشان تربطوا كان عندنا احنا لما اخذنا كوزاين 2 اكس اللي هي كوزاين اكس زائد اكس وقلنا بتصير كوزاين تربيع اكس ناقص ساين تربيع مظبوط؟ من هذه العلاقة استنتجنا انه كوزاين 2 اكس بتساوي 2 كوزاين تربيع اكس ناقص 1 و1 ناقص 2 ساين تربيع اكس مظبوط؟ هذول المطابقات عندنا. من هذول استنتجنا انه كوزاين تربيع اكس لحالها بتساوي 1 زائد كوزاين 2 اكس على 2 وساين تربيع اكس بتساوي 1 ناقص كوزاين 2 اكس على 2. من هنا هاي كوزاين 2 اكس هاي كوزاين 2 اكس. انقل الواحد بيجيك بالموجب قسم على 2 هيها. انقل هذه هان وجيبي هذه هان وبعدين قسم على 2 هيها. هذول الاقتناط الاصلي الساين والكوزاين. لكن الان انا عندي في الايش؟ في الكوش. ايش عندنا؟ هذول مكتوبات مقلوبات. عندي كوش كوش تربيع اكس كوش تربيع اكس يساوي كوش 2 اكس زائد 1 على 2 وسنش تربيع اكس بتساوي كوش 2 اكس ناقص 1 على 2. تمام؟ هاي هن قريبات من بعض اين والمطابقه؟ لا بعاد عن ال... لو طلعتوا على اخر حاجه في المطابقات تانش تربيع بتساوي 1 ناقص سيكانش تربيع. ايش كان عندنا احنا؟ كان عندنا 1 زائد تان تربيع بتساوي سيك تربيع. وفي الكوسيكان نفس الكلام، كوسيكان تربيع بتساوي 1 زائد كوتان تربيع. مش بقى بناخذ بالنا لان بيختلفن عن بعض. فانا الان لما بدي اجي اكمل هذا المقدار بدي اعوض عنه بهذه الصوره. الاحظ انه هان من هانا كمان هانا اكس وهانا 2 اكس، فالزاويه اللي هان نص الزاويه اللي هان في العلاقه هذه. هذه هان هذه نص اللي هان، يعني لو هذه 4 هذا تكون 2. لو هذه ما عليه. ايش هو عندنا في السؤال؟ سنج تربيع اكس عاديه تمام 100% بدون مشاكل. يبقى احنا بدنا سنج تربيع. اوكي هذا ايش بتساوي؟ تكامل من 0 ل 1 كوش 2 اكس ناقص 1 دي اكس كله على 2. طلعنا 2 برا عشان تصير اللي فوق مش من غير فوق وتحت. لا لا طب على القاعده على المتطابق. طلعنا 2 برا من تحت بنص. كوش 2 اكس ناقص 1 ايش مشتقتها؟ اي ايش تكاملها؟ سنج 2 اكس على 2 1 على 2 كوش ساين 2 سنج 2 اكس بالضبط صح؟ سنج 2 اكس على 2 صحيح. مكتوبة مكتوبات. هذول الاصليات العتق هذول مكتوبات وبلزمنا حيمر علينا كثير. هيها عوضنا عنها. طيب هذا حيسوي لي ايش؟ نص في نص سنج ناقص من صفر لواحد صح؟ طيب معلش تكامل كوش 2 اكس دي اكس خلي يو هي 2 اكس تمام؟ يبقى دي يو 2 دي اكس ومنها نص دي يو بتساوي دي اكس صح؟ اذا التكامل عندي بدي يساوي تكامل كوش يو في نص دي يو. طلع النص برا بضل عندي كوش يو دي يو سنش يو صح؟ زائد سي. رجع اليو لاصلها سنش 2 اكس زائد سي تمام؟ اذا هذه ايش تكملها؟ نص سنش 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 كله بال احنا بالانش هانا هاي مش شيء. وهانا بنقول كوش تمام. فهذه ايش تكاملها؟ نص سنش 2 اكس والواحد ناقص اكس يساوي نص في قوس للواحد ناقص قوس
للصفر هيك لو نعمل القواس يكون اريح لنا. طب طبعا بدي اوزع ادخل النص جوا وخلص ولا لا؟ خليها حاضر. هاي نص سنش الاثنين اكس سنش الاثنين يعني هان صح؟ نص سنش الاثنين ناقص واحد. طيب هنا سنش نص سنش الصفر ناقص صفر يعني صفر بتلزمش. هاي النص برا نص ربع سنش اثنين ناقص نص. طيب هذه سنش الصفر على الهامش برضو خلينا في الهامش سنش الصفر بتساوي اي اس صفر ناقص اي اس ناقص صفر على اثنين يعني واحد ناقص واحد على اثنين وتساوي صفر صح؟ يبقى سنش الصفر بصفر نصف الصفر بصفر يبقى هذا كله هيك خلصنا خلص هو هيك الجواب بيطلع. هذا ممكن نشطب هيك ونقول ايش صفر وهذا زي ما بدك بدك تعوض بتعوض ايش بدك تقولي؟ بدك تقولي اي اس 2 ناقص اي اس سالب 2 على 8 4 في 2 لانها صح؟ ناقص نص بدك هيك؟ زي ما بدك. طب احنا قلنا بنضل نمشي للصبح هذا نهاية السكشن خلص بس لعند الهام بكفي. احنا بلزمنا بس تتعرفوا على اسم الاقترانات الزائديه الهايبرباليك فانكشنز. لا 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 بدناش نخشهم في بعض لان قريبات جدا من الانفيرسز للتريجونومتريك فانكشنز. لا عندك زين بالخمسه ان شاء الله. الاسئله عادي مش مشكله من بحاول اشوف انا ايش المطلوب وايش مش مطلوب. في تعديل بس صفحة 35 في التمارين صفحة 35 تذكرتها الحين ولا صفحة في عندنا في سؤال 4 الاي عملته الاخير هذا عملت لكم اياها بعثت لكم اياها ملاحظه بتهيألي في رقم اي السؤال الرابع اي اخر واحدة مكتوبة واي تساوي ساين انفرس واحد ناقص تي مش معدلينها عدوها واحد ناقص تي. سؤال صفحة 35 في الاكسرسايزز سؤال رقم 4 اللي تحت في البند الاول فيه اللي هي الاي اول واحدة امشوا للاخر ساين انفرس واحد ناقص تي تمام. في رقم في في نفس السؤال روحوا على بي مكتوب جذر اس تربيع ناقص واحد زائد سيك انفرس هي ناقص ناقص سيك انفرس اس محطوطه ناقص في الاصل. سؤال في نفس الصفحة التمارين صفحة 35 السؤال الرابع رقم في في تحت السطر الثالث من تحت عندك A و B في B بدنا نعدل بعد الجذر في إشارة سالب يعني الجذر S تربيع ناقص واحد هذول تحت الجذر ناقص سك انفرس S ناقص بينهم. أنا كنت يعني بحاولت أشوفه ما أسأل المطلوبة ولا لا حليته على ضرب بعدين طلعت في الإجابة في الحلول لقيته حاطها بالناقص أو رجعت بالأصح للكتاب الأصل لقيته محطوطة بالناقص عشان ما يصيرش خربطة بيني. وحليته أنا بالضرب وحليته بالناقص ما فيش مشكلة بس يعني للتنبيه حتى ما يصيرش خربطة لو أنتوا طلعتوا على الإجابات. أوكي نروح لشابتر 8 شابتر 8 بتكلمنا على حاجات انتم عارفينها ويعني متمرسين فيها وبتعرفوها وببساطة اللي هي طرق التكامل منها التكامل بالأجزاء. أخذتوا التكامل بالأجزاء ولا لا؟ والتكامل بالكسور الجزئية ما أخذتوهاش؟ طب كويس هتلاقوها مواضيع ممتازة وبتحللنا مشاكل كثيرة في التكامل.
طيب techniques of integration طرق التكامل. في الجدول اللي قدامكم نجمع أكبر عدد ممكن من التكاملات القواعد عشان نستخدمها في الحل، يعني كقاعدة ممكن أطبق عليها مباشرة. آخر تنتين تحت خالص 21-22 اللي العلاقة بالسنش إنفرس والكوش إنفرس مش مطلوبة، يعني مش هيلزم الناس هن أصلا قوانين اللي بلزمكيش ليش تطبقيه. ما علينا، ممكن أضيف عليهن، ممكن نضيف عليه بدك تكتب واحدة أو تنتين والباقي أنتوا تكونوا عارفين تلقائي. أخذنا في كالكولس واحد تكامل، بدي أقول كوزاين قبل كي إكس دي إكس بتساوي واحد على كي في ساين كي إكس زائد سي، صح؟ تكامل ساين كي إكس دي إكس سالب واحد على كي كوزاين، هذه ساين كوزاين كي إكس زائد سي. لو قال لي تكامل سك كي إكس تان كي إكس دي إكس إيش هيساوي؟ واحد على كي في سك كي إكس زائد سي، مش هذه مشتقة السك؟ مظبوط. وهكذا البقيات كلهن لما يكون عندي كي بحط واحد على كي في الاشتقاق اللي احنا نعرفه، إذا سالب سالب وإذا موجب موجب. طبعا هن يفترض إنهن ست اقترانات عندنا. أحد؟ كوش سيكنش سيكنش لا 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 كوش لا كوزاين كي اكس ساين خلصنا الحين، فيش لا كوش ولا غيره، احنا الحين في مين؟ رجعنا للتكامل العادي. اي نعم، انا ممكن يكون عندي كوسيكنت كوتان بيطلع ناقص واحد على كي في كوسيكنت كي اكس. اوكي، طب لو قال لي سك تربيع كي اكس، سك تربيع كي اكس واحد على كيف تان بالضبط. هذه قواعد ممكن احنا نستخدمها مباشره، يعني لو اجاني سؤال وانا بكامل قال لي بدي تكامل كوزاين 2 اكس دي اكس مباشره بقول له واحد على 2 ساين 2 اكس زائد سي مباشره بدون فرض ولا غيره، ماشي للتسهيل. يعني انا بدي اتعاون معكم وامشي الموضوع. طيب أول طريقة من طرق التكامل اللي هي integration by parts، التكامل بالأجزاء، التكامل بالأجزاء. طيب التكامل بالأجزاء فكرته إنه بكون عندي سؤال في تكامل، بكون في عندي تكامل، التكامل هذا صعب أجيبه مباشرة. يعني مثلاً حنشوف التكامل الأجزاء، لما نقول تكامل لين إكس دي إكس، ولو قال لي تكامل واحد على إكس، لو قال لي تكامل واحد على إكس دي إكس بقول له لين أبسليوت إكس، مظبوط. لو قال لي تكامل هنا مباشرة صح؟ طب لو قال لي بلاش تكامل اي اس اكس في ساين اكس دي اكس، من وين اجيبها هذه؟ ملهاش قاعدة مباشرة، اي اس اي اس اكس في سالب كوزاين اكس، ها؟ التكامل الأول في التكامل الثاني، مفيش. هذه بقدر، لكن هذه ما بقدرش، بجيبها في التكامل بالأجزاء. فإحنا دائما نستخدم التكامل بالأجزاء لإيجاد تكاملات صعبة علينا. ضروري أصيغ التكامل عندي على صورة U D V، أذكركم فيها بالعربي، كنا نقول تكامل قاف دالها تساوي قاف ها ناقص تكامل ها دال قاف، مر عليكم هيك بالقاف. ضروري يكون التكامل اللي بيظهر عندي هنا أسهل من التكامل اللي هنا، تمام؟ يعني مثلا لو أنا قاعد بكامل في سين في هاء السين، عارفين هاء السين، بكامل x e اس x dx
لو قلت يو في ناقص تكامل اكس او جذر اكس في اي اس اكس دي اكس، مين اسهل، هذا التكامل ولا هذا؟ لسه هذا اسهل من الجذر، بقدر اتعامل معه. فهيك معناه الخيارات اللي انا اخذتهم غلط او غير مناسبه، مش غلط، انت حر بتقدر تفرض اللي بدك اياه، لكن بتكون غير مناسبه، بتوصلني لتكامل معقد اكثر من التكامل الاصلي. فالسؤال اللي عندي بدي احطه على صيغه يو في دي في يساوي يو في في ناقص تكامل في دي يو. يو دي في في دي يو في دي يو، ها مش صوره. اوكي يو في اليو اليوفي، اوكي اليوفي اليوفنتوس، سمعت باليوفنتوس؟ اه الفريق الايطالي اليوفي. اوكي فهان لازم يكون التكامل هان عندي اسهل من التكامل الاصلي. كمان معلومه مكتوبه عندكم كمان هم بالعربي، انه لما اجي اختار مين اختاره يو ومين اختاره دي في، هذه بدي اكملها تعطيني في، هذه بدي اشتقها تعطيني دي يو. ليش؟ لانه دي يو بتلزمني والفي بتلزم، فبدي اشوف ايش افرض يو عشان طبعا الاشتقاق زي ما بيقولوا بنشتق الكفت احنا على قولة المصريين، اي حاجه بنشتقها لكن مش اي حاجه بنقدر نكملها، صح؟ مش كل حاجه، وبالتالي سهل اشتق لكن مش سهل اكامل. لما اجي احط حاجه للاشتقاق يفضل لو كان عندي اقتران من اللي ينتهي بالاشتقاق، ينتهي بمعنى لو حطيت اليو اكس تكعيب هشتقها بصير 3 اكس تربيع، لو اشتقيتها 6 اكس اشتقها 6 0 تنتهي. طب حط اي اس اكس، اي اس اكس بتخلصش، حط ساين حصير ساين كوزاين ساين كوزاين ساين، مزبوط بتخلصش. يبقى هدول لا يفضل ان احط هن اليو افرضهم، فانا دائما او عاده بفرض اليو هي ايش؟ الاقتران الذي ينتهي بالاشتقاق. حلو الكلام؟ وبروح اليو بفرضها كذا وبشتق، الدي في بفرضها كذا وبقى كامل، وبعدين بجيب يو في ناقص في دي يو. يو بالضبط، يو في ناقص تكامل في في دي. حلو الكلام؟ هذه هيك الفكرة تبعت الموضوع تبعنا، وأنا عارف إنها فكرة قديمة. الآن لو أجي قال لي إكزامبل إيفاليويت، الإكزامبل الأول بده تكامل إكس كوزاين إكس دي إكس، مين ينتهي بالاشتقاق؟ الإكس، بدي أفرضها يو، ليت يو بتساوي إكس، يبقى الدي في هي مين؟ لازم التكامل تبعي كله ينحط على صورة يو دي في كله، يبقى الباقي هو دي في، تمام؟ يبقى الدي في هي كوزاين اكس دي اكس، مشتقة هذه واحد دي اكس، كامل الفي دي في في. احنا بنعرف، خلوكم معي، تكامل دي اكس هي في الواقع اصلا واحد، ضمير مستتر تقدير واحد، صح؟ تطلع لنا اكس زائد سي، تكامل الدي زد زد زائد سي، تكامل الدي واي واي، وهكذا، صح؟ لان بكامل بالنسبه لهذا الرمز فبيطلع الناتج بدلالته. اوكي فانا الان عندي هان في دي في تكاملها في تساوي هان ساين اكس، بس فيش دي اكس، فيش دي اكس، صح؟ ما هي كاملت، صح؟ لا خلص ما نحطش السي، بنحطه في نهايه التكامل، ماشي؟ يبقى الآن بصير إذن تكامل x كوزاين x دي x بيساوي على قاعدة اليو دي في بتساوي إيش؟ يو في ناقص في دي يو، صح؟ يبقى يو في x ساين x ناقص تكامل بالناقص، ناقص تكامل ساين في الدي اكس، ساين اكس دي اكس. الان السؤال، هل التكامل هذا اسهل من هذا ولا لا؟ اسهل، يبقى اختيارنا سليم 100%، تمام. لو طلع هذا اعقد من هذا ببدل الفرض او بشوف الفرض الثاني زي ما بدك، هذا المره الثانيه الجايه لقدام، ما دام انا عندي واحد ينتهي بالاشتقاق يبقى امورنا سليمه. يبقى بتساوي اكس ساين اكس زائد، صح؟ لانه الساين اصلا تكاملها ناقص كوزاين، وعندي ناقص
زائد كوزاين اكس زائد. طبعا بقدر اتاكد لو اشتقيت هذا لازم يطلع لي المقدار اللي في حاجات بتروح مع بعض او ما علينا. واضح الكلام؟ واضح. طيب واضح. المثال الثاني تكامل، يعني يعتبر نتيجة هذا يعتبر يعني زي قانون. لو نزلنا لاحقا تكامل لين اكس لو كتبنا كقانون مباشرة بيمشي الحال. احنا نشوف ايش تكامل لين اكس. لو قلنا لت يو بتساوي لين اكس ودي في تساوي دي اكس، طبعا منفعش افرض لين اكس احطه هان لين اكس دي اكس، طبعا بده كامله، ما هو السؤال اصلا بده تكامل، وش عملنا صح؟ وبالتالي هذه اليو هذه الدي في، هنا سهل الفي باكس صح، وهان دي يو واحد على اكس دي اكس، يبقى التكامل لين اكس دي اكس بيساوي يو في اكس لين اكس ناقص تكامل اكس. طبعا اكس واحد على اكس بروح مع بعض، طبعا هو يفترض انه الاكس ما تساويش صفر صح؟ طب ما هو اصلا ما دام الاكس داخل لين عليها اكبر من صفر اصلا صح؟ وبالتالي هذه واحد، هذه مع هذه واحد، ايش تكامل الواحد؟ يبقى اكس لين اكس ناقص اكس زائد سي. هذا يعتبر بمثابه قانون، يعني لو حفظناه ما بضرش، مش الان ممكن لاحقا يلزمنا. اذا تكامل لين اكس تساوي اكس لين اكس ناقص اكس زائد سي. الموضوع قلنا احنا بسيط محلول بالحرف بالحرف. ليش انا والله اللي عملت التلخيص انا بس عشان ما اوفر وقت الكتاب ورايا اقعد استنى. المفروض انتم لو تطلعوا اذا في حاجه زياده صحيح ان شاء الله احنا وانتم ان شاء الله نشوف اللي بعده. خلاص ايش رايك نروح على الجامع نقعد ندعم خلاص احنا والله. اكزامبل ايفالويت تكامل اكس تربيع اي اس اكس، مين اللي ينتهي بالاشتقاق؟ يبقى هي اليو صح؟ ماشي بتقح يعني ولا حاجة؟ لا مش الكتاب فاضي يو، احنا مش فاضي يو بس يعني. اه ها ايش عامل؟ مش كاتب يو؟ اذا خلص عشان نعدلها قولي. مش تعدلها هي صح، احنا بنفرض لين الاكس هي يو بس. اه طب هاي هي يو هي لين اكس. تمام تمام ما علينا ما علينا. هنا في السوليوشن ناخذ يو بتساوي لت يو بتساوي اكس تربيع، يبقى الدي في هي الباقي اي اس اكس دي اكس، مشتقة هذه دي يو لين اكس تي اكس، تنسوش الدي اكس. هنا الفي الاقتران نفسه صح؟ اذا التكامل اكس تربيع اي اس اكس دي اكس بيساوي يو في ناقص تكامل في دي يو، يبقى اكس تربيع اي اس اكس ناقص تكامل 2x اي اس اكس دي اكس صح؟ بدي اطلع الاثنين برا واعيد هذه كمان مره كويس؟ يعني بقدر اطلع اثنين من هنا بالمره، بينفع ولا ما بينفعش؟ ما نقول تكامل وحط الاثنين برا. هذه اسميها رقم واحد. هذه رقم واحد صح؟ الان بدي اروح انا في الهامش. ايوه بدنا نعمل بدنا نقول له هنا 4 تكامل اكس اي اس اكس دي اكس، خذ يو بتساوي ايش؟ اكس ودي في. طبعا بكون افضل نفس الاختيار الاولاني، يبقى دي يو بتساوي ايش؟ دي اكس وفي بتساوي اي اس اكس، اذا تكامل اكس اي اس اكس دي اكس بتساوي يو في ناقص تكامل في دي يو صح؟ اكس اي اس اكس ناقص تكامل اي اس اكس دي اكس، هذه في دي اكس، فبتطلع عندنا اكس اي اس اكس ناقص اي اس اكس
ايوه احنا الان بنعوض في واحد، بنقول بالتعويض في واحد substituting in one. اذا تكامل x تربيع e اس x دي x يساوي عندي هنا x تربيع e اس x زي ما هي x تربيع e اس x، هذا بده ينضرب في ناقص 2 يبقى ناقص 2 x e اس x زائد 2 e اس x زائد c، حيث c هي ايش؟ سالب 2 c 1 صح؟ او زائد 2 او اي حاجه مش مشكله، هنا نحط زائد c وخلص، لو ما نبهتيش فيش مشكله. تمام هيك؟ هذا السؤال شايفينه طويل شوي، احنا حلو عدلوا في اشاره سالب، المفروض زائد، هذه زائد هنا نعدلها بس في السطر الاخير في الحل صفحه 51 لا صفحه 50 صفحه 50 هذا المفروض زين. هذا السؤال شايفين حله قديش؟ في نهايه المحاضره بنحله في سطر، سطر واحد جوابه خلص، نكتب السؤال وجوابه ماشي ان شاء الله، سطر واحد بدل ما اعملها مرتين. ولو كانت طبعا لو كانت عندي اكس تكعيب حكرر ثلاث مرات، هناك في الحل الثاني حاعمله سطر زياده بس. تيبيولار انتجريشن سمى التكامل بالجدول، بنعمل جدول على السريع، هاد في هاد وهاد في هاد وهاد وخلص. الان معتمد عندنا، تمام معتمد عندنا. طيب بعده اي اس اكس كوزين اكس، ولا واحد فيهن ينتهي بالاشتقاق، ولا واحد. اكزامبل تكامل اي اس اكس كوزين اكس دي اكس. طبعا ممكن نحط لقيت في احنا عندنا الاولويه للفرد تبعه، فهي الاولويه مجموعه كلمه اسمها لما حد تقول لي اللام والاسم بعدين الكاف كثيره بعدين الميم مثلثيه بعدين الالف اسميه، فحالتها هي عندي اسمي وعندي مثلثيه، فبفرض المثلثيه هي شو قبل المثلثيه مش شرط مش شرط، هو هذا النوع لازم لانه هذا ولا واحد تنتهي، هو حسب يعني حسب ما انت ونشوف نشوف التكامل اللي بيطلع عندي بنعدل بالضبط. طب هان احنا فرضين اليو هي اي اس اكس صح؟ مش فيش مشكله، هذول الاقترانات لانه ولا واحد فيهم ينتهي ضروري يظهر عندي في الطرف الايمن. كيف يعني؟ خليكم معي بس، على فرض انه هذا المقدار انا بدي كامله بيطلع زد كويس، لما كامل هان بيطلع عندي ارقام وهان لازم يطلع عندي ناقص زد، تصور لو طلع عندي زائد زد بروح مع بعض، انا بدي التكامل هان فهيك بروح مع بعض، لكن لازم يظهر عندي بايش؟ بالسالب. لما انقله هان بصير 2 زد بتساوي شيء، بقدر اقسم على 2 بيطلع الزد. تمام؟ على فرض هنا يمكن يطلع عندي زائد 2 زد ماشي الحال، اما ما يطلعش زد هان وزد هان نفسه عشان ما يروحونش مع بعض، هيك بيمشي الحال، لو نص لو ربع بالسالب بالموجب فيش مشكله، لكن اهم حاجه ما يروحونش مع بعض. تمام؟ اذا راح مع بعض يبقى في خلل في اشاره او في الحل. حلو الكلام؟ وبالتالي هنا وانا بحل حلاقي انه هذا المقدار حيظهر عندي على اليمين بالتكامل برضه بس بالسالب، بنقله هان بيجيني 2 كذا بقسم على 2 بكون هو الحل تبعي. هذه الفكره قبل ما نتفاجئ فيها، ضروري يتكرر، ما تكررش يبقى في خلل عندي. انا الان بدي اقول في السوليوشن لت يو بتساوي اي اس اكس ودي في كوزاين اكس دي اكس، اخذت زي ما هن مرتبات فيش مشكله عندي. دي يو بتساوي اي اس اكس دي اكس، وهنا في بتساوي ساين اكس صح؟ إذا تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس تساوي يو في اي اس اكس ساين اكس ناقص تكامل اي اس اكس ساين اكس دي اكس، سمي هذه واحد، ناخذ هذه عشان
يبقى الآن بدي تكامل اي اس اكس ساين اكس دي اكس. خلي يو بتساوي اي اس اكس دي في بتساوي ساين اكس دي اكس. يبقى هنا دي يو بتساوي اي اس اكس دي اكس. هنا في بتساوي سالب كوزاين اكس بس بدون دي اكس. بدون دي اكس انا بقدر اكتبها صح. اوكي اذا تكامل اي اس اكس ساين اكس دي اكس بتساوي يو في سالب اي اس اكس كوزاين اكس ناقص. وفي عندي ناقص زائد تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس. لسه خذي بالك هذه جزء بتعوض هان وهذه قبل اشاره سالب. طلع نفس السؤال هو اللي هان هو اللي ظهرت. يبقى الان نقول بالتعويض في واحد substituting n 1 بصير عندي تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس بيساوي هذه بدها تنزل صح اي اس اكس ساين اكس ناقص الناتج اللي عندي. يبقى هذا كله بدي اضربه في سالب بصير سالب في سالب موجب اي اس اكس كوزاين اكس ناقص تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس. تمام ما عنديش ثابت ممكن نحط ثابت بعدين. هذه لما نقلها بالموجب بصير 2. يبقى 2 تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس تساوي اي اس اكس ساين اكس زائد اي اس اكس كوزاين اكس. ممكن نقول زائد سي هان او سي واحد. الان بقسم على 2 بصير على 2 او نص في نص وهذيك سي شرطه او اي حاجه. تمام مثال 5 بدنا شيء. مثال 5 انسوا. اتناش ونص. طيب اخر حاجه ضل عندنا اللي هي evaluating the finite integrals by parts. يعني ممكن نطبق الباي بارتس برضو على التكامل بالاجزاء. على التكامل المحدود. نعم التكامل بالاجزاء على التكامل المحدود. اوكي نفس الفكره f of x في g برايم x dx بتصير اعتبر ال f of x هي اليو والجي شرطه مع الدي اكس هي الدي في. صارت يو دي في بتساوي يو في f of x في g of x حدود التكامل ناقص في دي يو. نشوف المثال رقم 6 وفي تعديل بسيط ما انه معدل عندي على الاصل مش عارف ليش مش ظاهر عندكم. بقول لي find the area of the region bounded by the curve y تساوي x e اس سالب x and the x axis from x 0 to x تساوي 4. يعني بده مساحة المنطقة المحصورة تحت المنحنى المحصور بين المنحنى هذا ومحور السينات من 0 ل 4. يبقى الاريا حتساوي عندي التكامل. الان عندي حلين انا بس دحل الحل الموجود في الكتاب عشان اقول لكم وين بدنا نعدل. الاريا بتساوي التكامل من 0 ل 4 ل x e اس سالب x دي x صح؟ شيء؟ من 0 ل 4 طبعا هذا حاصل ضرب لازم نتكامل بالاجزاء زي ما اشتغلنا الان. انا ممكن اجي اخذ x e اس سالب x دي x واكملها عادي هيك وبعد ما اجيب الجواب النهائي احط حدود التكامل. تمام؟ بكون اريح اريح. لكن هذا عشان حلين بالحدود بدي احل عشان ابين لكم ايش الخطا في الحل. وهي اخر خطوه؟ لا مش اخر خطوه. الان منها بدي اكامل الاقتران اللي جوا بدي اقول هنا لت يو بتساوي اكس. يبقى دي في بتساوي اي اس سالب اكس دي اكس. يبقى دي يو دي اكس الفي صح؟ سالب هان هان ناقص. يبقى الاريا بتساوي التكامل من 0 ل 4 ل اكس اي اس سالب اكس دي اكس تساوي سالب اكس اي اس سالب اكس سالب بصير وعندي سالب زائد تكامل من 0 ل 4 لمين؟ اي اس سالب اكس دي اكس. وهذه تكاملها بسيط.
هنا الخلل تعديل هذه لازم يكون في عندي حدود تكامل برضو، لأنه صارت كأن حدود تكامل لهذا، وهذه بدها تأخذ حدود من صفر لأربعة. نعدلها على الكتاب، شايفينها؟ هذا بس بدنا نعمل الخطها. عشان هيك، عشان هيك أنا قلت لكم ممكن أحل بدون حدود تكامل، وفي الآخر بحطه مرة واحدة بكون أحسن. طيب هذه تكاملها بسيط جاهز، يعني تساوي عندي سالب إكس إي والسالب إكس من صفر لأربعة ناقص صح؟ هذه إي والسالب إكس برضو من صفر لأربعة صح هيك؟ إي والسالب إكس تكاملها سالب، بدها سالب هنا وبنحط سالب برا، اي او سي ودي بيطلع هذا الكلام. الان بده يساوي، بدنا نعوض طيب ما انا قادر احط كلهم مع بعض واخذها من صفر لأربعة، انحل زي ما هو. الان يساوي هاي للاول ناقص هاي للثاني، تمام؟ مره للأربعة ناقص للصفر، للأربعة ناقص للصفر، مش بينفع هيك؟ الأولاني حط إكس بأربعة سالب أربعة إي والسالب أربعة، حطي صفر صفر لأنه صفر في أبصر إيش بصفر. نيجي هان هاي الناقص في النص، القواس هذه حمايلة عشان ما قعش في غلط، عندي سوالب كثيرة صح والدواهي كثيرة. يبقى الآن إي والسالب أربعة ناقص إي والسالب صفر اللي هي واحد صح، إي والصفر مش هقول سالب صفر، هتساوي عندي ناقص أربعة إي والسالب أربعة ناقص إي والسالب أربعة زائد واحد، هدول مع بعض سالب خمسة إي والسالب أربعة زائد واحد. ولو بدنا هذا بننزلها تحت كمان لو بدنا. أنا حليت هيك على هذا التعديل بس مش أكثر. شو الطريقة الثانية؟ كيف؟ شو الطريقة الثانية؟ لسه خلص هذا؟ أنا بقول هان ممكن أجي أعمل هيك وخلص صح؟ ممكن أقول ناو هذا بيساوي هيك بدون حدود تكامل خالص وكامل عادي حيطلع عندي بالصورة هذه صح؟ هيك زائد سي هيك. الآن بدي أقول له إذن الأريا بتساوي التكامل من صفر لأربعة على إكس إي والسالب إكس دي إكس، ويساوي هذا الكلام كله من صفر لأربعة لسالب إكس إي والسالب إكس ناقص إي والسالب إكس قوس للأربعة ناقص قوس للصفر للأربعة سالب أربعة إي والسالب أربعة ناقص إي والسالب أربعة ناقص صفر هذه صفر ناقص واحد. وفكر قوس هيك بطلع لنا بكون أريح كثير، أريح من القصة هذه كلها. نيجي للطريقة اللي أنا بقول لكم بنحله بسطرين بكون أريح. نعم هذا حل تاني، هذا حل تاني حلنا بحلين. الآن التابيولار انتجريشن اللي هو التكامل باستخدام الجدول، هذا الجدول إذا كان أحد الاقترانين ينتهي بعملية الاشتقاق، إذا كان أحدهما ينتهي بعملية الاشتقاق لازم ينتهي يعني يخلص. نشوف التكامل تبع إكس تربيع إي أس إكس دي إكس اللي عملنا قبل شوي، اللي عملنا فيها مرتين تكامل بالأجزاء، هذا بنعمل كالتالي. بدي أخذ الإكس تربيع والإي أس إكس، هذا الاشتقاق زي ما كتب لك في الجدول F of X and its derivatives، هنا G of X and its integrations تكاملات، هذه اشتقها 2X كامل للآخر 2 صفر خلصنا. هاد اي اس اكس اي اس اكس اي اس اكس سهم 1 2 3 موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب للصبح. تمام يبقى التكامل هذا مو بس طبعا نبدا بالموجب، متذكرين اشارات المحدد محددات زي هيك موجب سالب موجب سالب. الان بدي اضرب هذه في هذا بالموجب، يبقى اكس تربيع اي اس اكس ناقص 2 إكس إي أس إكس زائد 2 إي أس إكس زائد سي. لو رجعتوا للمثال هتلاقوا المثال حلنا قبل شوية صح؟ نفس الجواب اللي ينتهي بالاشتقاق. تصور لو كانت إكس تكعيب، قلت لكم بزيد سطر واحد
لو كانت اكس تكعيب هتصير هذه تكعيب 3 اكس تربيع 6 اكس 6 0 اي اس اكس بيجينا كمان واحد بالسالب سالب 6 شايفه هيك اريح لنا كثير من